هكذا كانت حلب أكبر مدينة سورية، وهكذا أصبحت. فقدت المدينة التاريخية التجارية بريقها وجمالها وأعز ما تملكه، فقدت معظم مآثرها التاريخية وأسواقها وجوامعها العتيقة التي احتلتها الأنقاض. الدمار والخراب لم تسلم منهما باقي البنايات الأخرى بما فيها الأحياء السكنية التي تئن يوميا تحت وطأة القصف السوري الروسي من جهة، ومن بطش المتمردين على النظام من جهة ثانية، هذا إلى جانب فصائل داعش المتربصة بالمنطقة. وجرحى ودائما بالموت، وما بنعرف إذا طلعنا من البيت إمتى نرجع، يعني خوف دائما بيضل بقلوبنا. يعني والله تأثرنا كتير يعني بالموضوع هذا، ولا يعني وشوفت عينك شو صار فينا، ونزحنا ورجعنا على البيوت ورجعنا نزحنا. اتخذت المدينة وجها مختلفا، باتت ممزقة بين قسمين، أحدهما تابع للنظام والآخر للمعارضة. الخاضع لسيطرة الأسد يعيش واقعا أفضل خلال هذه الحرب الضروس، أما التابع للمعارضة فهو يظل هدفا يوميا للصواريخ والمدفعية. سكان هذا الشطر التعيس يعيشون حياة صعبة تكاد تنعدم فيها أبسط شروط الحياة، ومع ذلك يحاولون التأقلم مع الوضع مكرهين. المحل أرجع أشتغل، ما يعني في ما في عنا غير الحل، يعني حتى نضل صامدين بهالبلد نضل عم نعيش. يعني ملينا مو بس نحن صغار، ملوا هالوضع هذا، يعني صوت صواريخ صوت قذائف، ونهار في مي ونهار ما في كهرباء، ونهار يعني لا يمد. يعني تعودنا اجباري، بدنا نتعود يعني مو بكيفنا، تعودنا يعني ايش بدنا نعمل، الحمد لله. اولي من كان يظن أن تتحول حلب إلى بؤرة استراتيجية تخضع للحسابات الحربية والتحالفات العسكرية كما يقول المتتبعون، بعد أن كانت من أقدم مدن العالم ومحجا للسياح والمؤرخين ومدينة لا تنام كما كانت توصف قبل زمن ما سمي بالربيع العربي.